حادثة ربما هي الأفجع في محرقة مستشفى ابن الخطيب. أسرة كاملة لقيت مصرعها ولم ينجو منها سوى ابن واحد، والذي قفز من إحدى الردهات بعد اندلاع ألسنة النيران في البناية. المريض وزوجته وأبناؤه الذين رفضوا المغادرة بعد نشوب الحريق كلهم توفوا، ليخلفوا للجيران والأقرباء نكبة وفاجعة أحزنت العراق كله. هاي الحادثة أفجعتنا كلش، وهاي الحادثة صارت بمستشفى هاي ابن الخطيب. كان عندنا الحجي نايم عنده الكورونا اللعين هذا، وأولاده وياه وزوجته وياه، فصار هذا الحادث الحريق. فهم كانوا ثلاثة، واحد من أخوتهم شمروا من الطابق الأول وبقوا اثنين ساندوا أبوهم، قالوا إحنا ما نقدر نعوف أبونا، لو نموت وياه لو نبقى لو نعيش وياه، وزوجته وياه، والحمد لله والشكر. نشب الحريق وحلت الكارثة، والحكومة بأجهزتها ومؤسساتها غائبة عن المشهد، فبادر أهالي المنطقة وتطوعوا لإطفاء الحريق، ووصلوا المستشفى قبل أن يصل الدفاع المدني. جاني تليفون ساعة 11، بين 11 و 12 بالليل، من ابن عمي غيث اللي هو الناجي الوحيد من المأساة. قال لي عمار الحق لي، احترقت المستشفى. المهم مسافة الطريق صارت دقائق لسرعة المشي. وصلنا هناك لقينا فد حالة، يعني أول شيء تصفن، يعني تشوف ناس تشيل جثث، وطبعا شباب جسر دياله شكرا وممنونين منهم احنا، لأن هم اللي سبقوا الدفاع المدني، وهم اللي سبقوا كل الراعين، اللي المفروض الدفاع المدني هو اللي يحتوي الحاله، اللي المستشفى لازم موجود بها دفاع مدني، وموجود بها منظومه اطفاء، وموجود بها حمايات، والمفروض ما موجود بها سقوف ثانويه ولا سندويش بانل. ولا يقتصر الفساد في وزاره الصحه على فضيحه فاجعه مستشفى ابن الخطيب، حيث يوجد اطباء في وزاره الصحه متهمون بالتسبب بوفاه مرضى، ورغم المطالبة بالتحقيقات لم ينصف أهالي الضحايا. لكن يوم قعدنا باللجنة التحقيقية دزوا علينا احنا ذوي الضحية، من قعدنا نسولف ابو الوحدة القانونية قاعد يسولف وياك كأنما هو يريد يصوّجني، يعني مثلا وانا صاحب شلون نقول المصاب يعني، وكأنما الطبيب هو ما غلطان. بالمناسبة 42 دعوة علي الطبيب، هذا مو كلامي، موجودة أدلة وكل شيء موجودة، هم نفسهم الصحة يعني وفاتحين لجنة تحقيقية هو بالموضوع. زين راح يصير سنة، دورة السنة بعدها شهر ونص تطلع، وإحنا ما وصلنا لأي حل، ولا حد دق الباب علينا، ولا حد وصلنا، ولا حد قال يابا شنو الموضوع، شنو اللي صار. والدي لا بي أمراض مزمنة ولا عنده أي شيء يشهد الله ورسوله، والتحاليل تثبت على الأشياء هذا. اتعامل وياه بحالة غير حالة، ونطالع أبرة وعليها 100,000 بالعيادة، وضربوا لي ورا ساعتين ثلاثة، ظل ينزف من خشمه من عقل لحد ما توفى، سلمها ورا ثلاث ساعتين ثلاثة. فاجعة مستشفى ابن الخطيب ليست خطأ طارئا، وإنما جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الحكومية التي تعتبر حياة المواطنين آخر اهتماماتها.